السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد البيتزا ديال الطون رائعة. غادي تشوفوا لنا معنا المقادير والطريقة وإن شاء الله غادي نحصلوا على نتائج. العجينة في الأول ديال الفيديو عجنا لكم عجينة اللي يمكن تخرجوا منها عدد كثير ديال البيتزات، يمكن لكم تقسموا الوصفة على 4 المرات غادي تحصلوا على بيتزا قد هذه البيتزا اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله. غادي نمشيو نشوفوا الطريقة ونشوفوا المقادير وغادي نشوفوا النتائج، رائعين رائعين بإذن الله. بيتزا كتجي رطبة إلى أقصى درجة لأن البيتزا ديالنا كنخليوها تخمر مزيان حتى كتحصلوا على عجينة رطبة بزاف بزاف بزاف. وإن شاء الله نمشيو نشوفوا المقادير والطريقة، ما عليكم إلا تطبقوا الطريقة والنصائح اللي عطيتكم وغادي تحصلوا على هذه النتيجة بإذن الله. مرحبا بكم. عندنا 1.2 كيلو ديال الفرص. هاد العجينة هي اللي يمكن لنا نخدموها دائما في لي بيتزا ديالنا، كتجي هائلة ورائعة. عندنا 41 غرام ديال السكر حبيبات، عندنا 21 غرام ديال الملحة، عندنا 41 غرام ديال الخميرة، عندنا 100 غرام ديال زيت الزيتون، عندنا شوية الحليب يعني نصف لتر على حساب العجينة تقريبا، دافي الحليب خصو يكون دافي يعني يكون سخون، عندنا الزعتر، الزعتر البري، وعندنا الزعتر زيترا، الزعتر البري والزيترا كيعطيو واحد الكو لاباط ديالنا رائع باذن الله. عندنا مطيشه على حساب عدد البيتزات اللي غادي تصوبوا، يعني كانت بيتزا وحده غادي تخصكم غير مطيشه وحده ومطيشه ونصف البيتزا هي اللي غادي تخصكم. حنا غادي نعطيكم هنا مقادير رسميه اللي غادي تكون يعني الصوص زوينه، هنا لاصوص ديال البيتزا زوينه هي اللي غادي نعتمدوا عليها باش تكون الباز ديال لي بيتزا ديالنا، سواء ديال الحوت سواء ديال الدجاج سواء ديال الطون سواء ديال اي نوع ديال البيتزا، اي نوع ديال البيتزا. عندنا قزبور مقطوع مزيان، قزبور بوحدو ماشي معدنوس، عندنا بصل غادي نطحنوه، غادي نطحنوه يعني غادي نديروه مزيان يجي مرسوات صغار، عندنا زيت الزيتون، عندنا معلقه كبيره ديال المطيشه كونسونطري، الملحه تقريبا ملعقه صغيره عامره، عندنا نصف ملعقه ديال الحر، وعندنا هنا الكمون نصف ملعقه تقريبا حتى هي قريبه اكثر من نصف ملعقه، عندنا هنا الزيتره او الزيتره هذه كتجي في البيتزا كتعطيها واحد الكو كبير بزاف بزاف بزاف، عندنا ملعقه صغيره عامره، عندنا راس ملعقه ديال البزار لان هنا حر، هنا حر ما نكثروش الحر اكثر يعني ما نكثروش من هذه ما نكثروش من هذه باش نحصلوا على واحد الكو متوازن ان شاء الله. ندير الفرص ديالنا، سكر، نديرو الملحة، نديرو الخميرة، نديرو زيت الزيتون، الزيترة، الزعتر البري، نديرو شوية الحليب ديالنا على بركة الله. العجينة ديالنا كان خصنا نعجنوها مزيان، خصها تعجن مزيان، دائما البيتزا كتبغي العجينة ديالها تكون معجونة مزيان. هنا غادي نخليوها ترتاح شوية، هانتوما العجينة ديالنا رائعة خصها تجي رطبة بحال هكا
رطبه بحال هكا. هاد المقادير ديال 4 ديال البيزات حنا الا بغينا نصوبوها عائله واحده صغيره غادي نديرو 300 غرام ديال الفرص، والمقادير الاخرين نقسموهم على 4. يعني هاد الوصفه غادي تقسم على 4. الا بغى الانسان يدير بيتزا واحده غادي يدير 300 غرام ديال الفرص اللي هي اللي غادي يدير ان شاء الله. نفتح العجينه ديالنا، كنحيدوا هاد الكروشيات. هانتوما غادي تلاحظوا ان البيتزا ديالنا العجينه ديالنا ما كتلصقش نهائيا، غاديش تلصق لينا في يدينا. العجينه ديالنا ها هي، غادي نقسموها على 4 في المثال. هنا في المثال غادي نصوب 4 د البيتزات. هنا غادي نقسموها بحال هكا ونغطيوها نخليوها ترتاح. ضروري نخليوها ترتاح باش ملي نبغيو نسرحوها جينا مقاده مزيان وتسرح لينا بكل سهوله ان شاء الله. هنا غادي نحاولوا نقادوا العجين ديالنا. هنا مازال غادي نقص من هذوك الاولين باش يجيونا مقادين بحال ان شاء الله. هادي في المثال نزيد لها شويه. هيا هادي غادي نضيفها لهاد القرى اللي هنا. هيا ها 4 البيس ديالي، غادي نغطيهم شي حاجه ونخليهم يرتاحوا. الطوماطيشه ديالنا باش نطحنوها كنقلعوا عليها دائما هاد الراس بحال هكا. ملي قطعها ديجا نحنو البصل هو الاول، البصل ونديرو معاه القزبور. القزبور نديرو معاه بحال هكا ونطحنوه. بارك عليك بحال هكا. ها هو البصل ديالنا طحون. غادي نطحنو دروك مطيشة، كنخليو مطيشة ديالنا بالحبيبات ديالها ماشي مشكل. نطحنو دائما المطيشة ديالنا مزيان. نخلو المطيشة ديالنا نطحنها هي. نديرو زيت الزيتون بحال هكا ونديرو المطيشة ديالنا كونسونطري. نديرو جميع العطية ديالنا ونغطيو المطيشة ديالنا، نديروها تبدا طيب على خاطرها لمدة تقريبا ديال 30 دقيقة أو أكثر باش طيب مزيان إن شاء الله. نخلطو الخليط ديالنا مزيان باش ندوب فيه ديك المطيشة قبل ما نديوه فوق النار إن شاء الله، ونخليوها طيب مزيان. لأن دائما البيتزا العجينة ولا الصوص هي فاش بقات، أما باقي داكشي الآخر راه مجرد تنوع في فسميتو. كنو نديرو الحوت، نديرو الدجاج، نديرو أي حاجة. كل عافية ونغطيوها ونخليوها طيب مزيان. البيتزا ديالنا العجينه ديالنا شحال كتولي؟ كتولي كبيره، يعني كنخليوها تخمر مزيان. هنا غادي نسرحوها ان شاء الله بحال هكا باش تشد لينا الطوا ديالنا، باش يعني ان شاء الله نلوحو البيتزا ديالنا ملي نعمروها نلوحوها في الفران هكذا دغيا. كتخدموها بحال هكا كتسربيو. نجيب واحد العود كنديرو ليها التزيين من هنا من الجناب بحال هكا، كنديرو
ديالنا شي كتيبات بحال هكا. الصوص ديالنا ها هي، تقدروا تحطوا ولا الصوص ديالكم وتخليوها تبرد. انا هنا غادي نخدم بها مباشره، يعني ما خليتش الصوص ديالي تبرد هكا، ولا الصوص ديالي ثقيله شويه، بغينا هاد الصوص تبان، يعني ملي كناكلو صوص طوماط ناكلو ان صوص طوماط باينه واضحه وبنينه. حنا هنا كنلعبو دائما على البنة ديال الحاجة، اول وقف لكل شيء البنة خصها تكون زوينة ان شاء الله. هنا كناخدو الطون ديالنا، ها هو كنديرو الطون، ديرو اي نوع ديال الطون بغيتو ديروه، هادي راه بيتزا رائعة رائعة من فضلكم. كنجيبو شوية الزيتون، كنديرو زيتون كحل مقطوع دوائر، كنديرو بحال هكا، ونجيبو الفرماج الأحمر إن شاء الله هو باش غادي نغطيو البيتزا ديالنا بحال هكا، اللي هي بالطون وبالزيتون الأكحل إن شاء الله الأسود. نحاول نديرو شوية الفرماج من الجناب ونخليو الوسط باش يبان لنا أشنو في البيتزا ديالنا. غادي ندخلوها الفران، درجة الحرارة عندنا 210 باش دغيا طيب باذن الله دغيا وتجي رطبه مزيان. نقول اخواني اخواتي، هذه هي البيتزا ديالنا الرائعه اللي كتجي رطبه، كتجي طيبه مزيان، ماشي يعني الانسان دائما خصو يرد البال لهذه الحاجه، يعني ان البيتزا خصها تكون طيبه من التحت مزيان باش تعطي المنظر زوين ان شاء الله، وفي الاكل ديالها تكون لذيذه باذن الله. غادي نطلع هنا كاميرامان، يعني طيبه مزيان وكتجي رطبه بزاف 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 بزاف. نتمنى انكم تجربوا هاد البيتزا ديال الطون اللي غادي تعجبكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، ومرحبا بكم.